شب حريق في دوار الزد من طرف مظلوطين شباب إنهم مبيطلون السكان القرية يعانون ما كان هناك في عين الحدث المعطي المرفز فأخي عصام أصحاب الدوار اللي كي يقوموا بمجهود ديالهم الفردي ما كاين لا تدخل لا من الجماعة ولا من الدوار المعنيين ولا من المسؤولين هكا تشوف الطلبة والدراري كيقوموا بعمل بومبية اللي ما كايناش المواصلات والبنية التحتية باش توصل لهم الأخي عصام أولادي الله كل اللي تسبب في هذه الحريقة هذا اللي يدير يضيعكم الدوار ومشيريكم أولادي عيب الله أولادي أولادي جايك في المدرسة ها؟ جايك في المدرسة مدرسة والرزق ديالهم داخل عيب عالم كاين لا رزق باش بنعيش ما ولدي ما بقى حتى حاجة عمي بلا شني ما بقى لا رزق لا ماشي عرمال عرمال أولادي ترمض الدوار أولادي أولادي حرام من العقدة ها؟ نرى مشى هذا مني دابا شي حساب الدراري عندهم عشيوه انا مساغط الوالدين اللي يبيعوا الترافيك خوضونا الدار بخاطر الله لا طفيش انت اولي يا الله ولادي يا حبيب ولادي عيطوا البومبيه ابني عيطوا البومبيه فين البومبيه ما تجيش انتم ما عندكم لا طريقه شوفوا الكوطر اودي طفيونا من الكوطر ابني الله يا ربي الله مشيت شوفوا انتم ما غابرين واحد خالي مسكين يتبوق الجوانه بقى تما شال في العافيه مسكين مشى كان ملاشي واحد خالتي مسكينه قالها تصلي بغات تقطع الصلاه بخاطر مشات هي ولا جاي يمشي للجنه ان شاء الله حنا هما اللي شعلوا فينا جهنم وسراو الدراري الصغار اللي شعلوا هاد العافيه ولا الدراري انا فايل الكبار ابنيش من الصغار واش اخر يجعل لك الدور كله وقول لي فايل الصغار اين رئيس صاحبي اه رئيس انا لا جدي الرئيس مش عارف العافيه بخاطر انا هي ما جيتي وقول لي ولا نسينا بخاطر نتمنوا هادشي يوصل قريب قريب باش تجي الاسعافات الاوليه لا المواطنين ولا الحيوانات ولا العافيه اللي مازال شاخده دابا حوالي ساعتين المكانه في دوار الحفا والكحفي الاخ عيسر دعوه به الله المخرج ان شاء الله الله